أنا حلوة وجمالي طبيعي وعمري ما عملت عمليات تجميل وبمارس التمارين الرياضية بصورة يومية وهي سر رشاقتي. تصريح كان سبق وقالته الفنانة التونسية رانيا التومي قبل ما تتجوز بفترة قصيرة علشان ترد على المشككين في جمالها والمنتقدين ليها. لكن فجأة ظهرت رانيا التومي بوزن زايد قوي في أكتر من صورة خلال زفافها وبعده، رغم انها المفروض هتشارك في مسلسل سر باتا اللي من اخراج خالد يوسف. فيا ترى ايه هو سر زيادة وزن رانيا التومي بعد الجواز، وهل ده ممكن يأثر على مشاركتها في المسلسل ومسيرتها الفنية؟ تابعوا الفيديو ده وهتعرفوا التفاصيل. واضح ان الجواز كان سره باتع قوي مع الفنانة رانيا التومي، لدرجة ان وزنها زاد بطريقة ملحوظة قوي في الصور اللي تم نشرها خلال الزفاف او بعد جوازها من ابو فاروق السوري، لدرجة ان بعض المتابعين لصورها كان ناقص يعلقوا انهم معرفوهاش بعد الجواز. رانيا التومي اللي طول الوقت بتفتخر بجمالها الطبيعي ووزنها المظبوط وجسمها المثالي اللي وصلت له بعد ما عملت رجيم قاسي علشان توصل لمستوى الرشاقة اللي اصبح مرتبط باسمها، ممكن تواجه مشكلة كبيرة على مستوى مستقبلها الفني، خصوصا مع مشاركتها مع المخرج خالد يوسف في تصوير مسلسل سر باتع بسبب زيادة وزنها اللي كانت واضحة قوي في صور جوازها. ومن المفترض ان رانيا تشارك في مسلسل سر باتع اللي هيتم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2023، واللي بيضم نخبة من أبرز الفنانين منهم شمس الكويتية وحسين فهمي وأحمد عبد العزيز. يعني بكل بساطة فاضل حوالي 60 يوم على بداية عرض المسلسل، وده اللي هيحط الفنانة في وضع صعب فعلا علشان تقدر تتغلب على المشكلة دي، خصوصا إن الفرصة مش بتيجي للإنسان مرتين في حياته. النجمة التونسية اللي كانت دايماً محل جدل في بلدها بسبب التصريحات المنسوبة ليها إنها أجمل ست في تونس، وبسبب حياتها الشخصية وطريقة لبسها المستفزة اللي كان آخر ظهورها في حمام العرس بتاعها بصور جريئة قوي سببت نقد كبير ليها في تونس. المفروض إنها هتجسد شخصية اسمها لونا وهي بنت فرنسية وعايشة في مصر، وده هيحتاج عود يكون زي ما بيقولوا كده فرنساوي جدا، يعني لازم تكون محافظة على رشاقتها لأبعد الحدود. وتنوعت أعمال النجمة التونسية الفنية داخل الوسط الفني التونسي، وكان ليها أكتر من ظهور في الأفلام والمسلسلات، وكانت بداية مسيرتها الفنية عام 2012 لما شاركت في مسلسل مشاعر، وبعدها شاركت في بعض الأعمال الفنية زي الهربة ونعورة الهواء، وخدت لقب الحسناء التونسية بسبب جمالها الجذاب، وده على الرغم من إنها بدأت حياتها كمذيعة نشرة أخبار، لكنها نجحت إنها تلفت الأنظار ليها لما لبست لبس أطفال وهي بتقدم النشرة الجوية، وكمان لما لبست تيشيرت تونس على سبيل تشجيع للمنتخب في بطولة إفريقيا. بعدها بدأ رواد السوشيال ميديا يتابعوها ويتابعوا أخبارها وصورها وفيديوهاتها اللي بدأت تاخد شكل أكتر جرأة من الأول، خصوصا التسريب الأخير للفيديو الخاص بتقديمها برنامج إذاعي على إذاعة EFM اللي عمل ضجة كبيرة في تونس ونقد لرانيا التومي مش طبيعي. وفي النهاية تفتكروا بعد ظهور رانيا التومي بوزن زايد عن الطبيعي في صور زفافها على أبو فاروق السوري وبعد جوازها، هل ده ممكن يتسبب ليها في مشكلة تخص مشاركتها في مسلسل سر باتع في سباق رمضان، ولا هتلحق تعمل رجيم في الوقت السليم؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.